يا هلا مرحبا اخواني اخواتي، شلونكم؟ شخباركم؟ بالحلقه السابقه تكلمنا عن فراغات الشعر، اليوم راح نتكلم عن تصاغد الشعر. قلنا الفراغات غير والتصاغد غير. لو احنا نمسك الشعره نقول لها يا شعره تعالي، شلونك؟ اخبارك تمام؟ يا شعره انت ليش قاعد تطيحين؟ ليش انا لما امشط اشوف شعر؟ ليش لما اشوف غرفتي كلها شعر؟ ايش حق شعري بيخلص خلاص؟ الشعره راح تقول انا ابي حديد وبروتين. جيد، واذا ما اعطيناك حديد وبروتين شنو راح يصير فيك؟ طينق، راح تطيح الشعره. يعني خلاصه الكلام ان الشعره مو واصل لها حديد ولا بروتين. ليش انا قاعد اخذ حديد قاعد اخذ بروتين ولكن مو قاعد يوصل عند الشعره؟ تبي تعرف ليش؟ تبي تعرفين ليش؟ خلكم معي يلا. تبين الشعر كذي يصير كذي، طالعين الناس كذي باطراف شعرك. عندي الموضوع، ركزي معي. شنو قلنا؟ الشعرة تبي حديد وبروتين. جيد، ركزي. إذا يحوشك حارج وارتجاع مريء يعني حمض معدتك مو قوي، وإذا كان عندك مشاكل بالأمعاء، عندك امساك انتفاخ يعني الامتصاص أمعائك حق الحديد والبروتين مو 100%، فبعدها ما راح يوصل الحديد والبروتين. رقم واحد، شنو قلنا؟ إذا يحوشك حارج وارتجاع مريء يعني معناته شنو؟ حمض معدتك عندك مو قوي. ركزي، عندنا الحديد والبروتين يحتاجون حمض معدة قوي. يعني شنو؟ يعني إذا يحوشك حارج معناته أنت ما عندك حمض معدة قوي. لو كان قوي كان ما يصعد فوق، كان يحوش صمام المريء يسكر. يعني الحمض المعدة الحين هذا حمض معدتك، لما يصعد فوق إذا كان قوي في هني عندنا صمام المريء يسكر ما يخلي الحمض، ولكن إذا كان مو قوي الصمام راح يبطل فالحمض راح يصعد. عرفتي الحين اختي الغاليه ان ما عندك حمض معده قوي؟ لان الحديد والبروتين يحتاجون حمض معده قوي من 0 إلى 1، انت عندك 3-4، فلازم نقوي حمض المعده. رقم 2، خلصنا من حمض المعده. اذا كان عندك مشاكل بالامعاء يعني عندك انتفاخ امساك، الاغذيه اللي تعطينهم انت عليكم بالعافيه لما تنزل تروح وين؟ الامعاء. الامعاء شنو تسوي؟ تمصها. لما تمصها توديها حق كل انحاء الجسم. وين توديها؟ توديها حق الشعر. ولكن انت عندك مشكله بالامعاء، الامعاء مو قاعده تمتص الفيتامينات والمعادن. انزين، رقم 1 نبي نقوي حمض المعده عشان نضمن الحديد والبروتين، وبعدها شنو نسوي؟ لازم نضبط الامعاء، نقوي امتصاصها. واذا يكون عندنا حارج او ارتجاع مريء راح ينشال، واذا يكون عندنا انتفاخ زائد امساك لازم نبتعد عنه. طول ما عندك امساك وانتفاخ لا تسولفين عن الشعر، الشعر راح يتساقط عندك. نبتدي بالعلاج المساعدة. الحين نبتدي بالعلاجات المساعدة عشان نوقف تساقط الشعر. رقم 1، نبتدي بخل التفاح العضوي. ولكن إذا عندك تقرحات بالأمعاء أو بالمريء أو بالمعدة وخر عن خل التفاح، ما يناسبك. ضبط تقرحاتك، حاط وايد فيديوهات باليوتيوب وأيضا بالإنستغرام شلون تعالج تقرحات. خلينا نتكلم عن شخص ما عنده تقرحات. نستخدم خل التفاح العضوي قبل الوجبة بخمس دقائق. شنو نسوي؟ نجيب كوب ماي، نجيب ملعقتين من خل التفاح العضوي على كوب ماي، ونجيب عود ونشربهم. ولكن لازم نعض العود ونشربهم. ليش؟ لأن خل التفاح لا يحوش أسناننا يخرب المينا. شنو الفكرة من خل التفاح عشان نقوي حمض المعدة قبل وجبة بخمس دقائق؟ مثلا مع وجبة الغداء، مع وجبة العشاء، وحاليا إذا كان وقت رمضان خلها بالوجبة الثانية وبوجبة السحور. زائد شنو ناخذ؟ ناخذ كبد البقر وناخذ الفوليك اسيد. كبد البقر يحتوي على الحديد وعلى البي 12، وناخذ الفوليك اسيد. ونكمل بالعلاجات المساعده لتساقط الشعر. قلنا اخر شيء ناخذ الفوليك اسيد، وناخذ يا جماعه الزنك. الزنك ضروري جدا. الزنك شنو يسوي؟ هو اللي يقوي حمض المعده. بعد احنا ما نبي طول حياتنا نستخدم خل التفاح 3 مرات باليوم، لا خلاص نبي الشيء يصير اوتوماتيك خلاص، فنستخدم الزنك. ولكن اذا انت كبير بالسن هذا طبيعي جدا ان حمض معدتك يصير قليل، فدخل خل التفاح العضوي بوجبه مثلا تكون قويه، مثلا وجبه فيها مثلا لحم، مثلا لحم وايد قوي بروتين، فدخل خل التفاح يعني خله مره واحده باليوم. وايضا شنو ندخل يا جماعه؟ انزيمات هاضمه. الانزيمات هاضمه شنو تسوي؟ تقوم تفكك الاكل اللي انت كليته، تقوم تكسره وتخلي الامعاء تمتصه. ولكن اذا يحوشك امساك انتفاخ ضروري جدا تدخل ال3 أشياء اللي الحين بقول لك اياهم، اوكي؟ بالنسبه حق الاشخاص اللي عندهم تساقط شعر زائد عندهم امساك وانتفاخات ضروري جدا تدخلون ال3 أشياء هذول. يلا معي سجلوا وركزوا معي. راح ندخل مغنيسيوم سترات.
المغنيسيوم سترات شنو يسوي؟ يرخي الامعاء، بعدها الامساك يقل. وراح ندخل بوتاسيوم سترات. البوتاسيوم شنو يسوي؟ يسوي الحركه الدوديه. اذا كان عندك اصوات دخل بوتاسيوم سترات، يعني عندنا حركه دوديه زائد الامعاء مرتخيه راح تفتك من الامساك والانتفاخات، زائد راح ندخل املاح المراره. املاح المراره شنو؟ انا اقول لكم املاح المراره اول شيء راح تكسر لنا الدهون، جسمنا راح يستفيد، زائد الكوليسترول الزايد املاح المراره راح تكسره، زائد شنو يسوي؟ راح يسوي الحركه الصابونيه حق الامعاء، يعني عندنا حركه صابونيه ان التو ينزل بسرعه، زائد عندنا حركه دوديه من البوتاسيوم، وعندنا الامعاء مرتخيه من المغنيسيوم سترات. ضروري جدا تدخل